مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوهاتي اليوم ان شاء الله غادي نديكم الكوزينتنا هكا. كوزينتنا هكا هو محل لبيع الاواني عند خونا صالح، والمكان تاعه كما راكم تشوفوا في الفيديو، انا قدام بازار دبي في ليزالي قدام سوبرات ميتاطلا، وفي الدوره تاع بازار دبي غادي نلقوا كوزينتنا هكا، غادي نشوفها قدامه حدا بازار العلمة. وكما راكم تشوفوا معايا فهو عنده في الخارج وفي الداخل المحل. في خارج المحل تلقوا صوالح بورخسون، يعني صوالح البلاستيك وزداج رخيص وكذلك الألمنيوم وغيرها من المواد اللي يكونوا بأثمنة منخفضة جدا وفي متناول الجميع. كان هادو لي زيغوتوار، كاين هادوك سلات بلاستيك اللي علقوا فيهم تحطي فيهم هكا لي برودوي تاعك تاع التنظيف. كاين كذلك هاد لي غوتوار هادو والسلات. كاين هاد السله بزاف شابه عجبتني بالشكل مستطيل، منظمات للثلاجه ودارت 13000 13000. وكاين هادو لي غوتوار اللي قلت لكم عليهم في اشكال والوان مختلفه، بيناتهم هذا الشكل مدور اللي دار 13000. وكاين تاهم لايف بالباسينه اللي تحتهم او بالاناء اللي تحتهم للبانيو. كاين هاد الطبيسيات بلاستيك تاع الاطفال، كما كاين هاد السليلات الصغار ثاني هما عباره عن تقطري فيهم هكا خضره ولا فاكهه ولا عفسه، يداروا 6000 للوحده. المهم كاين بزاف اشكال وانواع من السلل ومن المنظمات، كذلك بورتويتو من هادو الشحيحات، وايضا القطاره تاع السلطه لي بورت مونجي، وكذلك هادو تاع المنظمات هادو تاع المواد الغذائيه، هادو الكبار كاع، هذا اللارج اكس اكس ال تاع 2 لتر 75 نورمالمون تاع قريب 3 لترات، داروا ب 22000، يعني الثمن تاعهم جد جد معقول وجد رخيص. كاين هادو اللي جو ربعة في خطره داروا 7000. كاين بزاف يعني اشكال، هذوك القمع لي بغوس، يعني بزاف بزاف اشكال. كاين هاد البلارات اللي يديروا 13000، وكاين هذه تاع البورت كويير دارت 38000. اضافه الى منظمات الثلاجه تاع هوم لايف داروا 10000 الحجم الصغير. كاين هاد السله كذلك تاع الخبز عجبتني دارت الله اعلم 25000 هكا بالبروتيج تاع الخبز، يعني غطاء بلاستيكي بروتيجي لكم الخبز تاعكم. اضافه الى البانيوات في كل الاشكال. كاين كذلك هنا وسائل التنظيف او مواد التنظيف، هي تقريبا وسائل تنظيف مش مواد تنظيف، لكن عندما ندخلوا المحل كما راكم تشوفوا الدخله تاع المحل كاين مختلف مواد التنظيف، سواء شيفونات ولا لي برودوي تاع النيتواياج يعني والتنظيف عامه. هذه نظره شامله على المحل، ودوك نبداو نشوفوا في المحل ونطرقوا ليه جانب بجانب وخطوه بخطوه هكا مع بعضياتنا. نتمنى ان شاء الله انه الفيديو تاعنا تاع اليوم يعجبكم وتروحوا تزوروا كوزينتنا هكا، لانه فيها سلعه وسومه. في كوزينتنا هكا تلقوا على اليسار تاعكم، هذا على يسار يدي كما كنتو تشوفوا الاغطيه، مختلف الغطاوات تاع المقاله ولا الطناجر، يعني تهرست لك غطاء غادي تلقيه هنايا بمختلف الاحجام. كاين هذا الفناجيل في الغوز وكاين في النوار، داروا 65000 12 فنجان. كاين هذا الطبسي عجبني هكا في الشفاف دار 15000 على شكل ورقه شجره. وكاين هذا الكاس تاع الاطفال جاي شباب ويجي هكا هديه مع ملعقه دار 58000 58000، جاي شباب بزاف بالسيراميك ويعني ديكور تاعه شباب بزاف. كاين هذيك بونبونيير كبيره دارت 35000. ومن بعد نلقاو هاد القريعه تبغوها وحدها كما تبغوها بالكيسان تاعها. كاين هادو زوج بلارات كبار تاع زداج بزاف شابين وبزاف كبار بغطاء من الخشب داروا 95000. كيما نلقاو هادوك لي زاباجور الكبار داروا الله اعلم 120000. كاين هاد القريعات الصغار تاع الزيت داروا 15000، وكاين هادو الصغار داروا 12000 و 12000. وكاين هاد الطبيسيات جايين شابين بزاف في الابيض ب 10000. اضافه الى هاد البونبونيير دارت 25000 صغيره، تنجموا تستخدموها للسكر ايضا دارت 25000. نلقوا ايضا مختلف الملاعق من السيليكون والاينوكس وكذلك من
الخشب، كاين القطاعات صفايات، يعني كاع شتحتاجيه في المطبخ تاعك غادي تلقيه، وطبعا وبالتاكيد باثمنه معقوله جدا. كاين هاد الطويجينات اللي عجبوني بزاف بزاف، 22000 دايرين في الشفاف، وان شاء الله باذن الله غادي نجيب منهم وغادي نشارككم بمشترياتي اذا كنت شريت منهم ان شاء الله بحول الله. داروا 22000 وهادو كذلك في الابيض ب 28000، شكلهم جميل جايين كي زليفه هكا تاع الشوربه، وفوقها غطاء على شكل غطاء الطاجين. كاين الفناجيل تاع كل يوم تاع قهوه وحليب في شكل منقط ومدور. كاين هادو ايضا لي بورت تاع لي غلاس ولا هكا كؤوس للمثلجات او لي سالاد فروي ولا لي ديسير تاعكم، تاني بزاف شابين. كاين هاد القريعات عجبوني بزاف بزاف، خصوصا زيت الزيتون اللي لازم يحفظ في اواني تكون غامقه، او كاينين 20 الله اعلم 32000 ولا الثمن الله اعلم كان باين لكم. كاين ايضا هاد البلارات وهذوك لي بورت مونجي الزجاجيين، كان هادي تاع العسل دارت 15000 الله اعلم. وكاين هذا بزاف عجبني تاع لي غاتو تاع ديسير دار 2500، يعني 250000. يعني كاين بزاف تلقوا الاثمنه ملاح والاشكال كذلك شابين. هاد البلارات انا ديت منهم وبزاف بزاف هايلين. وكاين هادو الكيسان تاع لي غلاس، كاين كيسان تاع الحليب، كلشي كاين. لي زغلوج هادوك تاع لي شومبر تاع البنات بزاف هايلين ب 95000. كاين لي سيرفيس هادو تاع الماء ولا جو تاع لومينارك الغنيه عن التعريف، راكم تشوفوا هادو تقريبا كاع الاشكال اللي عنده. وكاين هاد الطبسي على شكل سمكه داير 95000. كاين هذا داير 420000 تاع الغوز هذاك سيرفيس تاع الحليب. كاين هادو الفناجل والسيرفيس كومبلي تاع القهوه وحليب، كما راكم تشوفوا شكله جميل وانيق. هادو اللي عجبوني بزاف بزاف هاد الطواجين تاع اشاماس بزاف هايلين، وكل واحد كل وحده وسومتها. انا صراحه ما قديتش نصور الثمن، كان يبان لي صغير بزاف. ومهم كاين هادو ايضا تاع كازيو داروا 148000 145000 والله اعلم 130000. كاين هادو 298 والصغيره تاعها ب 250 الله اعلم. كاين هادو لي فخيتوز اللي داروا 120000 هايلا 125000 هاي بانت هنا في الصوره. كاين ايضا هاد السيرفيس بزاف شباب، كان يدير مليون واكثر، دوكا يدير 980000 بزاف شباب، وجاي الابيض والذهبي فيه الحجيرات. كاين هذا ايضا بزاف تاني شباب داير 475000 قهوه وحليب. كاين هذا ايضا 340000 شكله جميل في السامبل لي بغو حاجه سامبل، يعني ماشي شارجي بزاف. وكاين هذا اللي جاي في السومو ايضا بزاف شباب دار 935000 فيه قهوه وحليب، وكذلك البريق تاع قهوه وحليب. كانوا هاد الزليفات ايضا عجبوني، هاد الليمون اللي يدخلوا للفرن ويحتملوا الحراره جايين بزاف شابين، داروا 18000 الواحد. وايضا الليمون تاع الكيك يعني مختلف الاشكال غادي تلقوهم هنايا. كاين هاد الطباسه اللي شفافين 3 ب 18000 جايين شابين، مزداج تاعهم ماشي خفيف بزاف، جاوني شويه ثقال. وهادو تاع 3 ب 20000 مزداجهم جاي شويه صافي على الاخر، يعني في لا ترونسبارونس تاعها هذاك صافي على هذاك. وكاين 55000 ليمون، كاين 50000، كاين 65000 لو بلو لارج، وكاين المدور، كاين فلوفال، وكاين هذا اللي جاي بزاف شباب ب 45000. كاين هذا في المربع، قلت لكم كاين بزاف اشكال كما كاين تاع دو بياس. هادو اللي جايين هكا جاي شويه جايين في المربع لكن مشرشفين هكا بجي الله اعلم، زوج ب 110000، زوج ب 110000. وكاين يعني الكبير تبغي تديه وحده ب 60000 والصغير ب 55000، لكن انا نفضل انكم تدوهم في زوج فرحبا، يعني غادي تحقوهم. كاين ايضا هاد الكريبيير ولا تنجمي تستخدميها، ثقيله ما شاء الله، تنجمي طيبي فيها اي حاجه تبغيها لانها ثقيله بزاف. كاين بزاف لي موديل تاع المقله، يعني المقله كوم عارفين بلي المقله والكاسرول وكلشي هادو على حساب الثقل يكون الثمن تاعهم، كل ما كانت خفيفه يكون الوزن تاعها او
خفيف، فهي غادي تكون خفيفه على الجيب، تكون الثمن تاعها رخيص، لكن كل ما تكون ثقيله فهي تكون غاليه. وثاني على حساب لا مارك، كما راكم تشوفوا تيفال بورتون ماهيش ثقيله بزاف لكنها غاليه، 175 الف صغيره، 185 الف المتوسطه، و195 الف البلو لارج، يعني كبيره الاخر تاعها كبيره بزاف. كاين ايضا في محل تاع كوزينتنا هكا نلقوا هاد لي سيرفيس، يعني سبق لي وشاركت معكم انواع منهم. نلقوا ايضا هاد الشكل تاع السوبيير هكا، نلقوا تاع الزلايف لي بول بورت غاتو، كاين فناجل تاع لاتاي، هادو عجبوني بزاف، الزواق تاعهم شباب. كاين هاد الكراف هادي اللي تنجمو تستخدموها للعصير، دارت 195 الف، في بعض المحلات انا لقيتها بثمن اكثر، لكن هنا راهي موسيا. كاين هادوك الطويجينات اللي داروا 130 الف لو اعلم. كاين هادو ايضا قهوه وحليب بزاف شابين، والماتيغ تاعهم هايله وثقيله ومليحه صافيه. كاين ايضا سيرفيس هذا ب 558 الف، عجبني صراحه، جاي سامبل وبزاف شباب. ودخولا الى المحل وعلى يدي اليمنى فنلقوا مواد التنظيف كما سبق لي وشاركتكم، ونلقوا كذلك هاد الطباسه اللي بزاف شابين في المربع اللي كانوا ب 15000 ولاو ب 14000، ونلقوا عنده الا الحجم الكبير اللي دار 25000. نلقوا كذلك في اللون الاسود ب 16000 كما كتشوفوا كاع الاحجام، وعندنا كذلك ب 17000، عندنا يعني 16000 17000 في اللون الاسود. كاين هادو ايضا اللي بزاف شابين في السامبل، يعني كاين ب 10000 وكاين ب 12000 وكاين ب 14000، عفوا 12000 و 14000. كاين ايضا هادو اللي جايين كيفهم هما في اللون الاسود وهما نفس الثمن، هادو ثاني بزاف شابين اللي يبغوا اللون الاسود، وفي الشكل الدائري، يعني كاين في المربع وكاين في الدائري، بزاف شابين هادو كذلك عجبوني. وهادو اللي قلت لكم عليهم ب 10000، يعني كاع اي قطعه ب 10000، الكبير الصغير وزليفه تاع الشوربه. كاين هادو في المربع داروا 15000، عندنا كذلك في الابيض وفي الاسود. تبغي ديري كاع السيرفيس تاعك ابيض كما تقدري ديريه مخلط بين الابيض والاسود، ولا ديريه اسود كامل. عجبني ايضا هذا الموديل اللي بزاف شباب في الالوان التركيه، يعني في اللون الغوز وفي البلو، كما راكم تشوفوا الاثمنه راهي واضحه، 22000 و24000 وطباسه تاعهم 16000. كاين ايضا في اللون الازرق هذا اللي قلت لكم عليه، ازرق سماوي والغوز، الاوفال تاعهم دار 28000، الكبيره دار 28000، والصغار داروا 15000، وكاين ب 16000 كما راكم تشوفوا فيهم زلايف تاع الشربه. يعني كاع القطع تنجمي تدي سيرفيس كومبلي، كما تنجمي تديري القطع اللي راكي محتاجتهم منه، والشكل تاعهم جميل جدا، والزجاج تاعهم بزاف شباب وصافي وبيض ناصع ما شاء الله عليهم، حتى الديسان اللي فيهم شباب. نلقوا ايضا هاد الكيسان، هادو بزاف شابين والثمن تاعهم جد جد معقول، 10000 الواحد. عجبني بزاف هذا تاع الفراشه وفيه بزاف الوان. كاين هذا ثاني لوم دو نيج، هذا ثاني ايضا عجبني، لكن تاع الفراشه جاي بزاف كيوت وبزاف شباب، حتى الالوان اللي فيه بزاف شابين. كاين ايضا هاد الكيسان متعددي الاستخدام، يعني تبغوا تستخدمهم العصائر كما تستخدموهم لي ديسير تاعكم. كاين هادو الغراف داير 30000، جاي بزاف شباب والوان متعدده. كاين ايضا هادو لي ماغ، هادو ثاني شابين، كاين ب 12000 13000، وكاين هادو ب 13000 تاع النواره كما يقول لهم صاحب المحل تاع الورده. كاين هاد الكيسان تاع تاي بمختلف الاشكال، يعني بزاف شابين، عجبوني هادو تاع 58000، ايضا للتحليات تاعنا لي فلون لي ديسير بزاف شابين. كاين ايضا هذيك لا سيري تاع لوف اللي جايه في الاز، يعني بالارات التركيه كما شايفين، من الصغير الى الكبير، فيها الصغير كبيره وفيها ايضا قرع تاع الزيت. كاين ايضا قلت لكم قرع الزيت عنده بمختلف الاشكال، كاين هذوك الكيسان طوال، كاين هادو تاع امانامز ثاني بزاف شابين، الصغير ب 8000 والكبير ب 11000 ولا 12000 لو اعلم. كاين هادو لي ماك ايضا 15000، شابين بزاف، اضافه الى مواد التنظيف.
وبهكا نكون كملت معكم الفيديو تاعنا تاع اليوم، ونخليكم مع صور لمختلف او بعض المنتوجات الموجوده في المحل. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتنال استحسانكم. ما تنسونيش بلايك وتعليق شباب باش تشجعوني على الاستمرار، وما تنسوش انكم تزوروا المحل، وغادي نخليكم ان شاء الله في صندوق الوصف الفيسبوك تاعها، هكا يمكنكم الاطلاع على كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.